الملتقى الحكومي بحث عددا من المواضيع في جلسة الخدمات والبيئة، حيث تناول المشاركون في هذه الجلسة آخر الخطوات التي قاموا بها لتطوير أداء جهاتهم بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة. في جلسة الخدمات والبيئة ناقش المحاورون فيها أبرز المحطات الأخيرة في مسيرة المشاريع التنموية التي تقوم بها كل جهة، مؤكدين في بداية الجلسة على أن الحكومة الرشيدة لطالما أولت الجانب الخدماتي اهتماما كبيرا، لا سيما وأن برنامج عمل الحكومة قد شدد على هذا الجانب. النقاشية اليوم تتسم بأهمية خاصة، وخصوصا احنا على نهاية 2017 وعلى مشارف 2018، وكأن نقول بداية العد التنازلي لوزارة الإسكان تستوفي ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة. واستعرضنا في الحقيقة ما تم إنجازه وما قامت بإنجازه وزارة الإسكان في برنامج عمل الحكومة، وللأمانة أيضا استذكرنا مسيرة وزارة الإسكان عبر 55 عام من تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات تمخض عنها تقديم أكثر من 130 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، سواء على مستوى القروض أو الوحدات السكنية أو القسائم، أكثر من 4 مليار دينار بحريني عبر هذه المسيرة. أبرزنا من خلال الحلقة النقاشية دور الوزارة المستقبلي في أنها تركز العمل مع القطاع الخاص، وأيضا تبتكر بعض البرامج والحلول اللي من شأنها إن شاء الله تسرع من وتيرة أيضا الملف الإسكاني، وتتيح للمواطن سرعة الحصول على الخدمة الإسكانية. الخدمات التي تقدمها البحرين لقاطنيها مكنتها من الفوز بعدد من الجوائز العالمية، وخصوصا في مجال التنمية البشرية، إذ إنها قطعت شوطا كبيرا ولافتا أملا في تحقيق هذا الهدف، وكان لها ذلك. راح يصير التركيز على موضوع جودة الصحة، وأيضا في الخطوات اللاحقة لإطار الضمان الصحي، وأيضا التسيير الذاتي للخدمات الصحية. هذه أهم المبادرات الآن اللي تعمل عليها وزارة الصحة مع المجلس الأعلى للصحة، وإن شاء الله بنهاية هذا العام نأمل أن يقر مشروع قانون الضمان الصحي، لأن كل خطواتنا القادمة في جودة الصحة تعتمد على هذا القانون إن شاء الله. لم يكن التركيز في هذه الجلسة مقتصرا على الجانب الخدماتي، بل ناقشت أيضا الجانب البيئي. الملتقى اليوم احنا كأعضاء في الحكومة الموقرة ننتظر سنويا لنشوف وين وصل أداء الحكومة، كيف كان أدائها، شنو أهم المشاريع السابقة واللي تم إنجازها بنجاح، وشنو أهم المشاريع القادمة اللي بتركز عليها الحكومة في الفترات القادمة. هذه اللي تكلمت عنها أنا في الحلقة النقاشية، شنو توجهات الحكومة من خلال اللي إعادة صناعة اللؤلؤ، وشلون ممكن تكون البحرين كمركز عالمي لصناعة اللؤلؤ. عناصر متعددة بحثت في هذه الجلسة، تناولت العديد من الأفكار والأساليب المتقدمة التي تعمل من خلالها القطاعات الخدماتية في المملكة. تأتي محاور الخدمات والبيئة التي تمت مناقشتها خلال الملتقى الحكومي لتؤكد أهمية تحفيز التفكير الإبداعي في تطوير الأداء الحكومي وخلق المزيد من المبادرات الفعالة التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالجانب الخدماتي والبيئي المقدم للمواطنين والمقيمين. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.